أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا الأسبوع الماضي كانت أولى جولات كاميرا سيدتي في العاصمة الكورية، واليوم بنكمل هذه الجولة ونتعرف على السياحة العلاجية في كوريا. خلونا نتابع التقرير. شعب مرحب وشعب يعني صديق، ويرحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم. المستشفيات هناك مجهزة بأفضل وسائل طبعاً الطبية والغير طبية. تشتهر العاصمة الكورية سيول بجودة عيادات التجميل وتحديداً خدمات العناية بالبشرة. الطب التجميلي هو إحدى أشهر أنواع الطب في كوريا.저희 경우는 한 달에 한 10분 정도가 사우디아라비아를 포함한 중동에서 오시는 것 같고요. 저희 아이디 병원은 아시아에서 유일하고 또 최고의 전문성을 가진 아간면 수술 전문 병원입니다. 따라서 인근의 중국이나 일본 환자들 뿐만 아니라 동남아시아, 유럽. 그러면 إذا واحد حابب يتعالج في كوريا الموضوع سلس، يعني ممكن يتواصل مع المستشفى. في عندهم قسم اسمه قسم المرضى الدوليين أو الانترناشنال بيشنس سنتر، فالواحد ممكن يتواصل معهم ويوفروا لهم مواصلات من المطار إلى الفندق، ثم من الفندق إلى المستشفى، ومن المستشفى يشوفون حالته. وطبعا إذا قدر المريض يبعث التقرير قبل عشان يتعرفون على حالته فيعرفون قبل ما يوصل، حتى يمكن يقول لك إذا العلاج هذا موجود عندهم أو لا، أو إذا مثلا العلاج موجود في البلد اللي هو المريض فيه. طبعا واحد انه يعالجون حالات معقده. ثاني شيء ان يسمونه الكوست افكتفنس، يعني المصاريف اللي تدفعها المستشفيات تحصل النتيجه اللي تريدها. يعني طبعا في دول ثانيه الواحد ممكن يتعالج يدفع اللي وراه واللي دونه، لكن هذه اسعارهم معقوله للعلاج. ثالث شيء البنيه التحتيه عندهم مناسبه للمرضى من اي مكان في العالم، وطبعا هم الجماعه مركزين على المرضى من الشرق الاوسط فمجهزين الخدمات اللي تناسب المرضى من الشرق الاوسط. والشيء الرابع ان المواعيد تقدر تحصلها مبكر، يعني يعطوك اولويه للمواعيد، يعني في ناس جربوا في دول ثانيه اعطوهم مواعيد متاخره فقالوا لا، فجربوا مع كوريا اعطوهم مواعيد مباشره. وعندهم يسمونه المصداقيه، يعني اذا في علاج اوكي فيه، اذا ما في يقول لك ما في. اي واحد اذا فكر يروح على كوريا سواء للسياحه او العلاج انا صراحه انصحه بشده، لان كل الامور موجوده عندهم، سواء مستشفيات احدث الاجهزه واحدث المستشفيات، افضل الاطباء، البنيه التحتيه طبعا سواء من مساجد او من مترجمين او من مطاعم حلال كلها موجوده. كوريا فعلا بلد سياحي.